أحيت مدينة ناجازاكي اليابانية الذكرى 74 لأول هجوم نووي في العالم، حيث بدأت الولايات المتحدة الهجوم بإسقاط قنبلة نووية في 6 أغسطس عام 1945 على مدينة هيروشيما، مما أسفر عن مقتل الآلاف، وقصفت بعدها بثلاثة أيام مدينة ناجازاكي. من جانبه أكد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في تلك المناسبة تصميمه على العمل مع الشركاء الدوليين لوقف خطر الأسلحة النووية. عدت الآن مشاهدينا الكرام، مستمر ومتواصل مع حضراتكم خلال الساعات القادمة لرصد كل ما هو جديد على الساحة الدولية والعربية والمحلية. دائما ابقوا معنا.